هناك نقطة، إذا كان الإنسان عنده وعي أيضا بمثل هذه الأمراض، إنزين، إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بتربية نفسه وتربية أهل بيته بحيث ينفي عنهم خبث هذه الأمراض، فإن عليه مهمة أمامه، وظيفة أيضا أو مهمة أخرى، ما هي؟ ألا وهي تربية الجيران. الجيران كيف تكون تربية الجيران؟ بمعنى الجيران بمعنى مساعدتهم أيضا على نفي هذه الأمراض. كيف؟ الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم وافرة واسعة، زين، شهر هو يطلع سيارة، شهر يطلع الولد سيارة جديدة، شهر تخرج الزوجة سيارة جديدة، شهر مغيرين الجدار كله، صابغين ومغيرين الحجر، مسوي غير الانترلوك، زين، شهر مغيرين المزروعات كلها، شهر جايبين كذا، شهر جاي سيارة الأثاث، وهكذا في نعم، كما يقول أحد يعني السودانيين في مقطع منذ زمن، يقول جملة جميلة، يقول في زحام من النعم، في زحام من النعم، في وسط هذا الزحام من النعم ينسى أن جاره له عين وأذنان، له عينان وأذنان، وجاره الآخر كذلك له عينان وأذنان، هذا يشوف وهذا يشوف، ربما حالهم لا تصل إلى حال هذا الإنسان. هنا قد يكون منشأ الحسد عند الجار بسبب هذه النعم المتزاحمة عند هذا الإنسان. إذن ماذا على هذا الإنسان لتربية هذا الجار أو لمساعدة هذا الجار على نفي هذه الأمور؟ أن يحسن إلى جاره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في الحديث الشريف كما روي عنه: أوصاني خليلي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الإيصاء يعني حتى إيش، أنه الإنسان إذا سوى مرق وشمه جاره يعطيه، سوى حبة مشكاك ولا مشاوي يودي حال جاره، أما الريحة حال الجار واللحم حاله هو بس، هذا ليس من قيم الإسلام، ولو كان حبة واحدة يحمل لجاره. فدائما أمام هذه القيمة لا شك أن هذه التربية النفسية تتوزع على الجوار، ويكون هنالك حسن جوار، وينفى خبث هذه الأمراض عن القلوب. لكن الإنسان إذا أغلق بابه عليه وعلى نعمه، والجيران ما يشوفوا منه لا أخضر ولا يابس، كيف يكون شعور الجيران؟ ربما يقدح هذا في نفوسهم، وتتوجه أنظارهم إلى هذه النعم المتزاحمة التي لا تقف عند باب هذا الإنسان، وينشأ الحسد بعد ذلك، وربما يتجاوز هذا الأمر الباطني من القلب يتجاوز إلى الفعل، وهنا مكمن الخطر، فيعيش هذا الإنسان بعد ذلك في نكد، ويعيش في حسد، ويعيش في كذا، ويجيك ويقول لك أنا مسواي اللي ومسواي اللي، وحد سويوا لي سحر وسويوا لي حروز وسويوا لي كذا وسويوا. قد يكون الخطأ منه هو في البداية، لماذا؟ لأنه لم يأخذ بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم في إحسانه، في الإحسان إلى الجيران، قد يكون بسببه هو لأنه لم يأخذ بوصايا الإسلام، وصايا الإسلام تؤخذ ككل متكامل، لا يأخذ الإنسان شيئا منها ويترك شيئا منها. إذن الإنسان بمقدوره أيضا أن ينفي خبث هذه الأمراض في المنطقة التي يعيشها عن جيرانه، في المسجد الذي يصلي فيه كذلك ينفيه من قلوب إخوانه، بأن يخفض الجناح للمسلمين، بأن يكون متواضعا بينهم لا مترفعا، بأن يسلم على الصغير وعلى الكبير، بأن لا يعني يستحقر إنسان حتى وإن كان يعني عامل فقير، زين، أو ما شابه ذلك، حتى يحس المسلمون في المجتمع أو داخل المسجد، يحس الجميع أنهم سواسية، أنهم إنما عبوديتهم لله سبحانه وتعالى وليست عبوديتهم لبعضهم البعض، وأن فعلا الإسلام يرسخ قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا مما يمكن أن يعين به الإنسان إخوانه وجيرانه وأصحابه كذلك، أو جماعة المسجد التي يصلي فيها، وإخوانه كذلك في العمل، لأنه كما يمكن أن تفسد التفاحة الواحدة صندوقا بأكمله، هكذا أيضا يمكن للإنسان الذي
جعل الله سبحانه وتعالى قلبه مجمعا للفضائل والصفات النبيلة والمروءة، كذلك يمكن أن يكون مؤثرا، والأصل مؤثرا على من حوله، والأصل أن المسلم قائد ومؤثر، مؤثر تأثير خير، مصلح دائما، لا يكون منه إلا كل خير، كما قيل المؤمن رؤيته شفاء وموعظته دواء، يستفاد منه قبل رؤيته، يستفاد منه بالسماع حتى قبل رؤيته، خيره بادر وشره نادر.